انا عرفات، انا احمد وحيد. النهارده هنكلمكم عن ابي انيشن افريكان بزنس ادكيشن انيشيتيف فور يوث تابع منظمة جايكا الجابانيز انترناشونال كوربوريشن ايجنسي. معظم المنح اللي بتديها جايكا بتبقى بتارجت الناس الحكوميين او الناس اللي هم شغالين في الحكومه. ابي انيشيتيف هي اول منحه بتارجت مع الناس الحكوميين، الناس اللي شغالين في الجامعات زائد الناس اللي هم شغالين في القطاع الخاص. انا كنت شغال في مكتب استشاري هندسي في مصر، كنت شغال بقالي سنتين، اتخرجت سنه 2013، قدمت على المنحه سنه 2014 شهر 10، الحمد لله اتقبلت وسافرت اليابان شهر 9 2015، يعني حوالي سنتين. ان شاء الله هتخرج شهر مارس الجاي. انا كنت شغال في باسكوم الانجينات مهندس كواليتي كنترول، بعدين قدمت شهر 9 2016، الحمد لله اتقبلت، ودلوقتي انا في اليابان شهر 9 2017 وصلت اليابان. هو لحد دلوقتي البرنامج ده اتعمل، سافروا فيه اربع باتشز او اربع دفعات. الدفعه الخامسه ان شاء الله هي اللي المفروض هتبدا تقدم في شهر اكتوبر، الشهر اللي احنا فيه ده. الهدف بتاع المنحه دي ان هم عايزين يوثقوا العلاقات ما بين القطاع العام الخاص في مصر والقطاع العام الخاص في اليابان. كذا اشتراط المفروض انت تحققه، اول اشتراط فيهم هو اشتراط السن. انت الليمت بتاعك المفروض ما يزيدش عن 39 سنه، لان المنحه اصلا بالتارجت الناس اللي هم الشباب. اشتراط من الاشتراطات برضو ان انت يبقى معاك شهاده بكالوريوس، لازم يبقى معاك ترانسكريبت بدرجات يكون بالانجليزي وممضي ومختوم من الجامعه، يكون معاك شهاده بكالوريوس مختومه ممضيه من الجامعه بتكون بالانجلش. دول اهم اشتراطين موجودين. بعد ما هتخلص تقديم الورق اللي هو انكلودنج ريسيرش بلان او الخطه البحثيه بتاعتك وزائد الكارير بروبوزل، تقدروا تتابعوا الفيديو اللي احنا عملناه قبل كده عن ازاي تكتب ريسيرش بلان، اللينك في الديسكربشن بتاعتي. ازاي ان انا اكتب الكارير بتاعي؟ المفروض ان انت توضح انت هتستخدم الشهاده اللي انت هتاخدها في ايه. تبدا ان انت تقول انا هدرس في اليابان مثلا مجال مثلا نانو تكنولوجي، وان انا ان شاء الله لما هرجع مصر هشتغل في المصنع اللي انا كنت شغال فيه، او هروح مصنع اكبر شويه وهستخدم التكنولوجيا اللي انا اتعلمتها دي في ان انا هنتج منتجات افضل، اللي هيساعد ان انا هبقى مشارك جيد في هذه الشركه، وان انا بعدين هبقى مطور اسلوب اللي الشركه بتشتغل بيه. فانت المفروض ان كلامك يبقى منسق ومكتوب بالانجليزي بشكل كويس وبسيط، او الورقه اللي انت كتبته فعلا عن ريسيرش بروبوزل بتاعك زائد الجامعات اللي هي الاختيارات اللي انت عايز تختارها. كمثال انت هتقول مثلا ان انا عايز اقدم في جامعه طوكيو، عايز اقدم في جامعه كيوتو، وعايز اقدم في جامعه توكيو مثلا. فهتقول الدكتور ده اسمه كذا، الدكتور ده اسمه كذا، الدكتور ده اسمه كذا. طبعا بتجيب اسم الدكتور والكورس بتجيبه من اللينك اللي هو موجود على الموقع بتاع الجايكا، في المنح المتاحة للناس اللي عايزين يسافروا واسامي البرامج المتاحة للناس اللي هم تبع ابي انيشن. بتختار اسم البرنامج، طبعا الكريتيريا بتاعك المفروض تكون ان البرنامج او الكورس يكون مناسب ليك. يعني انت بتدرس هندسة مثلا مدنية، ما ينفعش تقول انا عايز اروح هناك ادرس هندسة نووية او بايوكيميكال، انت كده بتخرج خالص عن مجالك. في مرحلة السكريننج الثالثة غالبا الدكتور هيشوف ان الباك جراوند بتاعتك مختلفة، فهيقول لا الراجل ده يعني ما درسش الحاجات اللي انا محتاجها. في ناس كتير بتعمل تغيير للميجر بتاعهم في الماجستير والدكتوراه، بس بتبقى فرصتهم اصعب لان هم ما عندهمش باك جراوند قويه في المجال اللي هم رايحين. فيفضل ان انت تختار المجال قريب للمجال اللي انت شغال فيه، ويبقى يعني البروبوزل بتاعك في صلب الكورس او اسم الكورس اللي انت رايح فيه. اغلبيه الناس بتعمل ماسترز في الام بي اي حتى لو هو ده ما كانش الكارير بتاعه قبل كده او ملوش علاقه بيه خالص. حتى الام بي اي هتضطر ان انت تكتب ريسيرش بروبوزل، موضوع البحث اللي انت عايز تكتبه، لان حتى الناس اللي هم بتوع الام بي اي المفروض انهم يكتبوا سيسز، والمفروض ان هم يقدموها ورقه بس، لسه في صور ولسه في شهادات المفروض ان انت تقدمها. بس طبعا تقدر تشوف الورق المطلوب من اللينك اللي احنا هنحطه تحت في الديسكربشن او في وصف الفيديو. اعمل الكلام ده، هتقدم الورق ده كله الجايكا اوفيس في المكتب بتاع جايكا اللي موجود في البلد بتاعتك. الموظفين هياخدوا منك الورق، يبداوا يعملوا له سكريننج مبدئي كده، يقولوا لك الورق الناقص اللي عندك، اللي انت المفروض تظبطه وايه اللي المفروض تكمله. بعد كده هيكلموك يحددوا لك ميعاد امتحان انجليزي وامتحان ماثيماتكس. امتحان الانجليزي هو امتحان تويفل ستاندرد، بيبقى عندك بوكلت بتقعد تقرا منه الاسئله، بتقعد تحل فيها باراجرافس، حل مشاكل جرامر،
بعد كده في جزء listening بتبقى قاعد في القاعه مع كل الناس. طبعا بيبقى في مشكله ان لو الناس عملوا دوشه مش هتسمع فمش هتعرف تجاوب على السؤال. مفيش speaking غير امتحان التويفل ده اللي هو الاي تي في. في امتحان ماثيماتيك بالنسبه للمهندسين هيبقى سهل لان احنا يعني ادعكنا في الحاجات دي كتير. بالنسبه للناس اللي هم ادبي او الناس اللي هم طب او الناس اللي هم مش فاميليار بالمشاكل الحسابيه محتاجين ان هم يراجعوا شويه في موضوع الجبر البسيط الالجبرا وشويه التكامل فضل التكامل ديفرنشيشن وانتجريشن ويبداوا يراجعوا حاجه اسمها يعني ايه لوج يعني ايه اللوغاريتمات الكلام من ده. حاجات بسيطه وكلها في الاساسيات يعني. بالنسبه لامتحان المات في سامبل سيانز موجوده على الويب سايت بتاع جايكا تقدروا تشوفوها هحط اللينك في الديسكربشن. في مشكله في الامتحان ان الوقت بتاعه بيبقى الامتحان بيبقى 3 ساعات وساعه 3 ساعات انجلش وساعه ماثيماتكس. حاول تتدرب على الكلام ده وانت في البيت عشان الموضوع ده هيحتاج منك وقت بالذات في موضوع الانجلش. بعد مرحله السكرين الاولانيه بيجيبوا السكورز بتاعت الانجلش والماثيماتكس بطريقه ما بيبداوا يصفوا الناس ويقولوا احنا عايزين ناخد الناس دي نعمل معاهم انترفيو. الانترفيو بيبقى في مقر جايكا المفروض في بلدك غالبا يعني تقابل ان الراجل الممثل بتاع الجايكا ومفروض ان انت بتبدا تتناقش معاه انت ليه عايز تقدم للمنحه دي وتعرف ايه عن اليابان وعرفت اليابان منين وعرفت المنحه دي منين ورحت اليابان قبل كده ولا لا هتعمل ايه لما ترجع موضوع البحث بتاعك ايه بيقعد يسالك اسئله كتير. اهم حاجه وانت بتكلم الانترفيور ده الراجل اللي بيعمل لك انترفيو ان انت تبقى واثق من نفسك كلامك واضح تتكلم ببطء وبصوت واضح عشان في مشكله عند اليابانيين ان هم الانجليزي بتاعهم مش كويس قوي مش حلو قوي فانت محتاج ان انت توصل معلوماتك لحد الانجليزي بتاعه بسيط فانت محتاج ان انت تخلي كلامك واضح اكتر وكلامك معبر عن اللي انت بتفكر فيه بكلمات بسيطه وباسلوب بسيط. ويستحسن برضه ان انت تحضر انت ايه اللي عايز تعمله في اليابان قبل ما تروح الانترفيو عشان تتحطش في موقف ان هو يسالك وميبقاش مش عارف ترد. المرحله الثالثه هي سكريننج للورق اللي انت اوريدي عملت له فيلينج الورق اللي انت قدمته فعلا في جايكا بتتواصل مع الجامعات دي بتقول لهم يا جماعه في واحد كانديديت معايا اسمه كذا من دوله كذا عنده كذا سنه واحنا عندكم بوزيشن ليه في الكورس بتاعكم. طبعا الجامعه بتبدا تشوف الورق بتاعك بتعمل سكريننج الدكتور بيبدا يشوف الريسيرش بروبوزل بتاعك يشوف الباك جراوند بتاعك يشوف الجريدز طبعا الدكتور هو اللي بيشوف كل الحاجات دي. فجايكا وانس ان هي قبلتك في المرحله الثانيه معناها ان هي ويلنج او ان هي تقدر ان هي تعمل فاندنج ليك ان هي تديك فلوس ان انت تيجي هنا اليابان وتغطي المصاريف اللي هي الدراسيه بتاعتك مصاريف الجامعه ومصاريف التنقل ومصاريف المعيشه وكذلك. فالدكتور هو اللي بيفيده ان هو يقول انا عايز الانسان ده عايز الطالب ده ومش عايزه. طبعا الدكتور مش بيبقى قدامه الورق بتاعك بس بيبقى قدامه الورق بتاعك ورق مثلا 10 معاك مقدمين في الجايكا بروجرام مثلا ومعاه ورق 100 واحد مقدمين على الميكس سكولرشيب معاه 100 ابلكيشن تانيين من ناس يعني جايين عايزين سكولرشيبس بيدور على سكولرشيبس بيدور على اي فرصه موجوده. ف الموضوع بيبقى كومبيتيتيف جدا الموضوع كومبيتيتيف حتى انت لما بتيجي هنا يعني بعد المرحله الرابعه ان شاء الله هيبقى في كومبيتيشن تاني هنحكي عنها بعد. المرحله الرابعه هي الانترفيو مع الدكتور اللي انت اتقابلت معاه في المرحله الثالثه. الانترفيو ده بيبعت لك قبلها ايميل باسبوعين اللي هو بتحدد فيه الاسئله اغلبيه الاسئله اللي ممكن تتسالها في الانترفيو. في خلال الانترفيو ده الدكتور المفروض ده هيبقى يا اما هو لوحده يا اما مع اثنين دكاتره تانيين. انا بالنسبه لي كان في اثنين دكاتره مع الدكتور الاساسي. طبعا السكايب كول كان الصوت ما كانش واضح قوي ما كانش الفيديو واضح قوي بس انا حاولت افهم هو عايز يقول ايه. هو الاسئله بتاعته كانت انت درست ايه قبل كده موضوع البحث بتاعك ايه طبعا قلت له موضوع البحث بتاعي كذا 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 هل انت اوكي ان انا ممكن نغير المجال البحث بتاعك نغير الريسيرش البروبوزل بتاعك شويه خلي الريسيرش بتاعك في مجال تاني قريب منه. الانترفيو ده بيبقى عباره عن سكايب كول مع الدكتور هيبقى موجود في مقر جايكا اللي في البلد اللي انت فيها والانترفيو ده بيبقى المفروض ان هو فورمال فيستحسن تيجي ببدله او لبس فورمال. بعد السكريننج الاخير الدكتور شافك عرفك فهو طبعا انت بتعمل انترفيو في ثلاثه تانيين او اربعه تانيين بيعمل معاهم انترفيو هيبدا يختار منهم اثنين او ثلاثه يجوا اليابان يا اما يدخلوا الكورس على طول يا اما هيبداوا ان هم يدخلوا في حاجه اسمها ريسيرش ستودنت او طالب بحثي. طالب البحثي معناه ان هو هيجي هنا اليابان لمده 6 شهور او سنه طبعا في حاله ابي انيشيتيف هو الموضوع 6 شهور بس
هيجي هنا يشوف يتأقلم على المعيشة هنا، هيبدأ يظبط الريسيرش بلان بتاعه بحيث ان هو يبقى الريسيرش بلان للبروجرام اللي هو داخل فيه متوافق مع اللي الدكتور عايزه منك. يعني هو هيغير لك مثلا الريسيرش بتاعك، هيخليه مثلا عن الموضوع المتخصص اللي هو شغال فيه، فانت هتبدأ تحضر الريسيرش بروبوزل تاني بحيث ان تعمل عنه برزنتيشن اثناء الامتحان الانترنس اكزام او الامتحان الدخول. الانترنس اكزام ياما هيبقى انترفيو دايركت معاك، مجموعة دكاترة بيعمل لك انترفيو، ياما هيبقى امتحان ريتن هتبدأ تكتب فيه حاجات عن الباك جراوند بتاعتك، في اسئلة عن التخصص بتاعك حسب طبعا انت داخل ازاي، ايه المجال بتاعك. مجال الهندسة طبعا بيبقى فيه امتحانات ريتن غالبا، وبيبقى فيه امتحان انترفيو، الدكاترة بتبدأ تحاول معاك تشوف هل انت الباك جراوند بتاعتك مناسبة للبرنامج بتاعنا ولا. عشان نلخص التايم لاين بتاعنا، التقديم هيبقى في شهر 9 او 10، اول مرحله من سكريننج هتبقى في خلال شهر 10 او 11، تاني مرحله من سكريننج في شهر 1 هيعملوا معاك الانترفيو من شهر 1 ل 2، ثالث مرحله اللي هو السيبر سكريننج من شهر 3 لشهر 5، الانترفيو المفروض ان هو من شهر 5 لشهر 6، الميعاد النهائي ان هم المفروض هيقول لك هتسافر امتى خلال من شهر 6 لشهر 7. شهر 7 هيقولوا لك احنا حجزنا لك التيكتس، انت معانا في البرنامج بتاعك، المفروض انت تقول لنا انت معانا ولا لا في خلال مده معينه، يقول لك عندنا اسبوعين او شهر هتقول انت عايز تيجي ولا مش عايز تيجي. طبعا انت وافقت، هم وافقوا، بيبداوا يبعتوا لك الورق اللي هو بتاع القبول في الجامعه، خطاب القبول بتاع الجامعه، خطاب القبول من جايكا، ويبداوا يعملوا لك اورينتيشن سيشن، يبداوا يقولوا لك هات الباسبور بتاعك عشان اقدم لك على الفيزا، يبداوا يشوفوا لو انت عندك ورق جيش المفروض تخلصه، يبداوا يطلبوا منك حاجه اسمها الميديكال تشيك اب او التقرير الطبي، تروح تعمله في مستشفى او تروح تعمله في مركز طبي، يشوفوا جسمك كويس، عندك مشاكل او لا، كلام من ده. بعد كده هتروح راكب الطياره تيجي هنا، هيعملوا لك اورينتيشن في جايكا سنتر في طوكيو. الاورينتيشن عباره عن اسبوعين، الاسبوعين دول انت كل يوم اورينتيشن عن المعيشه في اليابان، ازاي تتاقلم مع المعيشه، ازاي في حاجات كمان ممكن يعلمك البيزكس بتاعت الجابانيز لانجوج، يكلمك ازاي تقول كونيتشوا، ازاي تقول صباح الخير، ازاي تتعامل في السوبر ماركتس، وبيكلمك عن الاهداف بتاعت المنحه نفسها. بعد كده بيخشوا بقى يقدموا لك في الورق بتاع الجامعه اللي هو الاوفيشال، تدخل ان انت ريسيرش ستودنت، ان انت بتعمل ادمشن في الجامعه، ان انت بيبقى لك مكان في معمل، ان انت الدكتور بيبدا يتواصل معاك بالتوفيق. الورق كله اللي احنا قلنا عليه معلومات عن المنحه هتلاقيها تحت في الديسكربشن، اعمل لايك وشير، ساعد كل الناس، ساعد كل الناس، انشر الفرحه. احنا بنعمل الكلام ده كله عشان الناس تستفيد، عشان الناس تشارك بالمعرفه وبالمعلومات، فاهم حاجه احنا محتاجينها ان انت تعمل لايك وشير، هو ده الحاجه اللي احنا بنطلبها منك. شكرا ليك، شكرا ليكم، وشكرا ليك ان شاء الله.